على الرغم من كون ناحية كنعان في محافظة ديالى من اكبر النواحي في المحافظه الا انها تعاني ومنذ سنوات من اهمال الخدمات البلديه والاساسيه فيها بشكل كبير حيث اشتكى اهالي كنعان من النقص الشديد في خدمات المجاري وعدم قيام الجهات البلديه برفع اكوام النفايات التي عملت على اغلاق اكثر الطرق في الناحيه احنا نفوت خلاص نعبر والله قوه انتم شفتوني المواطنون أكدوا أن الجهات الحكومية لم تلتفت لمطالبهم الكثيرة ولم تقم الدوائر المعنية بأي أعمال صيانة في الناحية فيما هددوا باستمرار التظاهرات وقطع الشوارع الرئيسية في الناحية ما بقى باب ما دقينا مجلس محافظة محافظ يا المجاري يقول تخصيصات مالية ماكو ما هو غير مناطق اكو احنا ليش شنو ربنا واحد ومظاهراتنا مستمرة كل اسبوع نطلع سووا مجاري سووا ما سوا ونقطع الشارع ذو التلاميذ في الناحية أكدوا أن أطفالهم لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم بسبب سقوط أعمدة وأسلاك الكهرباء في المياه المتجمعة بالشوارع فضلا عن تسبب النفايات بانتشار الأمراض بين سكان الناحية لا سيما الأطفال منهم شو ما على الطلاب هاي العطل كلها من وراء هذه الشوارع مالتنا والمي والتيول واقع بالقاع والشوارع واقع بالقاع هاي التيول بالماء الوايرات والاطفال ما تقدر تعبر جاءنا جاي يصير بهم امراض ما نعرف شنو ما له علاج اصلا جاي نراجع يوم المستشفيات امراض جاي تجينا ما نعرف شنو هاي الامراض المعلمون في احدى مدارس الناحيه اكدوا انهم يقومون بسحب المياه من المدرسه بجهود ذاتيه هاي المدرسه صار لها خمس ايام جايبين موتورات اثنين ونسحب مي من هناك نطلعها الحفر هاي الحفرة يعني. التدهور الكبير في قطاع الخدمات عموما وما يتعلق بأعمال التنظيف والصرف الصحي بشكل خاص تجاوز كل الحدود في جميع المحافظات بسبب الفساد المستشري في جميع العقود التي تبرمها الوزارات والمديريات التابعه لها وناحيه كنعان بمحافظه دياله ليست الا مثالا على سوء الخدمات وصوره من صور الفساد في البلاد